السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سوما، والنهارده معانا فيديو جديد. وعايزه اقول لكم ان الفيديو دوت انا مش مصوراه النهارده ولا امبارح ولا اي حاجه. الفيديو دوت متصور اول يوم انا بدات اتعب فيه، او بدات معايا اعراض بسيطه جدا اللي هي حاجات يعني ما تذكرش، بس كان في حاجه غلط معايا، يعني حاجه مش طبيعيه مش طبيعتي. فحبيت ان انا اسجل على الفيديو ده وانزله لكم عشان اطمنكم عليا واقول لكم الحمد لله ان انا بتحسن. الفيديو ده طبعا كان المفروض ينزل من زمان، يعني من بدري، يعني من قبل ما اتعب ومن قبل الكلام ده، الدروبات اللي حصلت معايا، وانتوا عارفين موضوع الكورونا والكلام ده كله. بس طبعا كل حاجة ليها وقت وكل حاجة ليها نصيب. ما حصلش نصيب انه الفيديو دوت ينزل قبل دلوقتي. كنت كمان هحذفه لانه كان قاعد بقاله فترة يعني، بس انا قلت برضو انزله علشان خاطر هدف واحد، ان انا اطمنكم واقول لكم الحمد لله انا بتحسن، فضل ونعمة من عند ربنا، الف حمد وشكر ليك يا رب. طبعا الفضل يرجع يعني الاول ربنا طبعا، وبعد كده دعواتكم الحلوة. ناس كتير قوي دعت لي دعوات جميلة جدا انا واختي، متشكرة جدا ليكو، ربنا يخليكو ويعني يحفظكو بعيد عن المرض دوت، علشان خاطر موضوع الكورونا ده صعب بصراحة، يعني صعب. يعني ان شاء الله هعمل لكم فيديو منفصل عن الفيديو دوت علشان خاطر اعرفكم الموضوع بدأ ازاي وايه اللي حصل وجي اتصابنا ازاي انا واختي وكل حاجة، وكمان ايه المراحل اللي تمت معانا ووصلنا لغاية فين. ده بالنسبة للناس الكتير اللي قاعدة تسأل في التعليقات، لان انا طبعا ما كنتش قادرة ارد عليكم كتابة، فانا هرد عليكم بفيديو اوضح لكم بقى في كل حاجة. انا هنا كده في اليوم دوت طبعا كان يوم طبيعي جدا، بس طبعا انا كنت حاسة ان في حاجة زي ما اتفقنا مش مظبوطة. اوريكم كده المشتريات اللي انا اشتريتها، وكمان هرصها، وهنعمل كمان الفطار مع بعض. زي ما بقول لكم اليوم كان ماشي طبيعي، وانا يعني حاسة ان انا في حاجة غلط، في حاجة مش مظبوطة، في حاجة داخلة عليا، في حاجة غلط على جسمي، انا مش في المود الطبيعي بتاعي. بس كنت ايه يعني عمال اقول لا مفيش حاجة، اكيد الدنيا حر، مش عارف ايه، عارفين انتوا الزهق اللي هو بتاع الحر ده، يعني جبتها في الزهق بتاع الحر. وبدأت بقى ان انا احضر معاكم كده ايه الفطار. زي ما انتوا شايفين هنعمل لانشون بقى وكده. عايز اشكر طبعا كل الناس اللي دعيت لي دعوات حلوة، يعني ربنا يجازيكم كل خير. عايز اشكر الناس الكتيرة قوي قوي اللي بعتت لي على الواتس. طبعا في ناس كتير ما قدرتش ارد عليها، والله غصب عني ما كنتش قادرة بصراحة، بس حبيت ان انا اطمنكم في الفيديو ده. عايزة كمان من الناس الحلوة اللي انا اشكرها، عايزة اشكر قناة ام يوسف وروفان، يعني عايزة اقول لكم كانت يعني بعتلي على الواتس حاجات كتير جدا ودعيت لي كتير جدا، يعني متشكرة قوي القناة ام يوسف وروفان. وكمان عايزة اشكر قناة الحياة كفاح مع ام اهلة، ام اهلة شكرا جدا على سؤالك. كمان عايزة اشكر يوميات ست بيت اسكندرانية، حنة مش عارفة اقولك ايه، حنة متشكرة قوي على دعائك. وكمان عايزة اشكر تمسيمو حياتي في بيت البسيط، وصفات رورو، متشكرة قوي يا رورو على دعواتكم، مش ندمانة ابدا ان انا عرفتكم بجد من على اليوتيوب. يعني فرحانة قوي ان انتوا كنتوا فاكريني في موقف زي دوت ودعيتولي فيه. يعني مش عايزة انسى حد، والله في ناس كتير قوي، بس دول الناس اللي انا متذكرهم، يعني متذكرهم دلوقتي. وكمان بقى باقي المتابعين كلهم على راسي من فوق، يعني مش قادرة من كتر التعليقات، مش قادرة والله العظيم افتكر الاسامي خالص. بس يعني فاجئتوني بجد والله بدعواتكم الحلوة، ومتشكرة قوي ليكو. وهنا كده زي ما انتوا شايفين خلاص كده بحضر الفطار، بحضر البيت بالطريقة العادية اللي احنا بنحضرها مع بعض كل مرة، سمنة بلدي ورشة زيت واللانشون والبيض ورشة ملح ورشة فلفل.
وهبتدي بقى ان انا ارفعه بقى من على النار واقدمه في الطبق بتاعه، علشان ناس كتيرة قعدت تقولي يا سومة انتي بتقدمي في الالومنيوم ليه؟ ما اعرفش بصراحة الالومنيوم مضايقكم في ايه، بس انا كنت بقدم في الطبق ده علشان بيحتفظ شوية بالحرارة فالبيض بيفضل سخن شوية، هو ده الهدف يعني. لكن لما بنقله في طبق تاني بتلاقي البيض برد برد على طول يعني، برد بسرعة. وبعد كده هقطع بقى خيار زي ما انتوا شايفين كده علشان هحطه جنب الفطار يعني. وبعد كده ما خلصت السفرة بتاعتي اهو زي ما انتوا شايفين، هبتدي اخر حاجة بقى احطها هنا لانشون وجبنة رومي. عايزة اقول لكم والله يعني سبحان مغير الاحوال يعني، شوفوا الحال دوت، انا كنت واقفة في المطبخ وبحضر الاكل وشرب وكده، سبحانك يا رب يعني. انا على فكرة انا مقضية فترة العزل عند ماما، مش مقضيها في البيت علشان خاطر الولاد، ف انا مقضية فترة العزل بتاعتي عند ماما. هنا بقى بعد ما كنا فطرنا زي ما انتوا شايفين الولاد بقى كانوا مبهدلين الصالتين وكده، طبعا كان في الوقت ده الحمد لله الصحة يعني كانت تمام يعني، ف معلش علشان الكحة، بس هي ايه، هي الكحة اخر حاجة كده لسه فاضلة ايه وشوية حاجات بسيطة كده ان شاء الله تروح، ونبقى احنا كده رجعنا ايه زي الفل زي الاول واحسن. فقلت كده ايه في اليوم دوت قلت اروق معاكم كده الصالتين علشان الولاد كانوا مبهدلينهم خالص. فابتديت بقى ان انا اشيل الشلت والخداديات والحاجات دي علشان خاطر اظبط الركنة من تحت طبعا من القعدة بقى والهلك وبتاع بتاع العيال. فزي ما انتوا شايفين كده الكسوة ايه اتحركت شوية من مكانها، ممكن تكون محتاجة اسفنجة او حاجة بس ايه تتحشر فيها من الحتة من المكان اللي هو ايه بيدخل لجوه ده، علشان خاطر تكون ثابتة اكتر، بس ان شاء الله ابقى اجيبها لها يعني. وزي ما انتوا شايفين نفضت كده كل الحاجات اللي ممكن تكون واقعة تحت كده، ورجعت كده بقى ايه القواعد وكمان اللي هي الخداديات في مكانها تاني، وكمان هرجع الكوشنز على جنب هنا كده تاني زي ما احنا عمل زي ما انا بوريكو كده. كمان الناس اللي سألتني على فرش الركنة، انا للأسف الركنة كاملة كده على بعضها انا ما كنتش صورتها بصراحة في الوقت دوت، لما كنت بصور لكم الخداديات والستاير والحاجات دي ما كانش فيه تفاعل قوي على الفيديوهات دي، فما مرضتش اكمل تصوير يعني، حسيتكم ان انتوا مش حابين الفكره. بس الركنه بعد ما كملت كلها على بعضها لقيت ناس كتيره قوي بعتالي ان هي عايزاني يعني يشوفوا الركنه وانا بفصلها، فبصراحه يعني زعلت جدا ان انا ما صورتهاش، بس انا هوريكم فيديو تاني اوريكم ازاي ان انا فصلتها بالتفصيل ان شاء الله، انتظروه بس ايه يعني الدنيا تتحسن معايا شويه ان شاء الله، وهوريكو برضو ايه ازاي انا فصلتها بكل التفاصيل وبأدق التفاصيل علشان تعملوها في البيت بكل سهولة بدون ما تحتاجوا ايه لأي يعني لأي حد بقى من بره، ولا حد يخيطها ولا حد يستغلكوا في الفلوس ولا كده. هي بسيطة وسهلة، وهي سبحانك يا رب زي ما انا قلتلكوا قبل كده هي جت معايا كده يعني، حاولت ان يعني كنت بحاول محاولة نفعت وطلعت شكلها جميل. خلصت الركنة كلها تنفيض وزبطتها ورجعت الكوشنز والخداديات وكل حاجة في مكانها تاني، وابتديت ان انا افضي بقى الترابيزة علشان انفض برضو الحاجة اللي عليها، والازاز كده كده نظيف يعني، فشلت كمان الترابيزة من مكانها بعد ما شلت من عليها الحاجات كلها، وبدأت بقى ان انا الم اللعب مطرح الولاد مكانه بقى مبهدلين الدنيا وكده. طبعا في اليوم ده زي ما اتفقنا ان هي كان بدايه الاعراض معايا، وانا كنت اصلا ايه مش فايقه ان انا اقول لهم تعالوا لموا وبتاع، استسهلت الامور ان انا ان انا الم الحاجه بايدي علشان خاطر يعني ايه بصراحه ما كانش فيا دماغي ان انا اقعد ادادي فيهم وان انا اقول لهم بقى ايه هاتوا ولموا واعملوا. وهنا كده اللي هي البتاع بتاع المروحه دي من تحت الاستاند ده بحب ان انا انفضه كده بالرياشه علشان خاطر بيبقى عليه تراب يعني، وكمان بنفضها من فوق المروحة من فوق بنفضها بالرياشة برضو. طبعا الموضوع كان كارثي بقى على السجادة اللي هي الشاك دي، فابتديت بقى هنا ان انا اعملها بالمكنسة، مش تنفع خالص بمقشة او كده. فهنا كده كانت فيه كده فتلة ماسكة في الارض، رحت شايلها بايدي وحطها في المكنسة، وابتديت ان انا اشفط بقى
عايزه اقول لكم ان الاعراض ما بداتش معايا غير تاني يوم من الفيديو ده. انا بصور الفيديو والمفروض ان انا بعد يومين بسجل عليه، ده الطبيعي بتاعي يعني في كل الفيديوهات اللي انا بصورها، بصور وبعد يومين بروح مسجله عليه ومنزله لكم. فدوت كان اليوم الاول من ظهور، بدايه ظهور اعراض خفيفه خالص يعني، بس ايه ما كانتش يعني تعباني. فانا كنت بتحرك زي ما انتم شايفين، وهعمل لما حسيت بقى ان في بدايه تعب وكده هوريكم انا هعمل غدا ايه، علشان خاطر علشان تتاكدوا يعني اللي هو كان بدايه يعني، قلت ايه ده شكله ضرب برد بقى في الاخر فالحقه كده من اوله. هنا رجعت بعد ما خلصت السجادة، رجعت كده الترابيزة في مكانها تاني وحطيت عليها الفازة وزبطت كده المنظر العام. بصوا بقى هنا كده المنظر في الصالة التانية، اي نعم هي فاضية، وبصوا هنا المنظر في الصالة الاولانية، يعني فرق شاسع. هنخلص هنا بقى هنروح بقى للصالة التانية علشان نشوف الكارثة اللي هم عاملينها هناك. طبعا انا بفرش المفرش اللي انتوا شايفينه ده علشان لو في اكل، هم ولادي ما بيحبوش ياكلوا على الرخامة الكراسي البار وكده، يعني دايما يحبوا ياكلوا على الارض. فانا بحط لهم كده المفرش ده واحط لهم عليه الاكل ياكلوا ويشربوا ويخلصوا براحتهم، وبعد كده المه انفضه واكنس اللي انا نفضته عند الباب كده وخلاص كده السجادة بقى بتبقى نظيفة. بس رغم كده ما بتبقاش نظيفة ولا حاجة قوي يعني، علشان خاطر السجادة دي بتلم كتير قوي، اللي بتلمه صعب قوي، لازم تتنفض تتنفض كويس قوي، رغم ان انا برضه بعملتها بالمكنسه بس هي لازم تتنفض بايدك. ففي اليوم ده ما كنتش بصراحه قادره انفضها خالص، ما كنتش قادره اشيلها خالص، هي ثقيله شويه. في الطبيعي انا كنت ممكن ان انا اشيلها، بس في اليوم ده كانت ثقيله عليا لان طبعا كان بادئ معايا ايه الدور، فما قدرتش ان انا اشيلها. رحت عاملاها بالمكنسه وقعدت بقى شويه وقت كويسين كده بشفط فيها على مهلي بقى عقبال لما خلصتها كلها، لان الولاد كانوا مفرفتين رغم ان انا فرشه الفرشه اللي انا وريتها لكم، الا انهم برضو بهدلوها. يعني الفرشه دي تعتبر يعني كانت واخده 50% و50% كان موجود على المفرش عادي. هنا كده بعد ما خلصت بقى الصالتين زي ما انتم شايفين رجعوا بقى كده لطبيعتهم تاني، والدنيا بقت تمام اهو. طبعا مش هتبقى تمام قوي يعني، هو ديتها على اخر اليوم والدنيا هترجع مكركبة تاني. طبعا كل بيت فيه اولاد بيبقى فيه نفس المنظر ده. بعد ما خلصت بقى هطفي النور، ههدي النور بقى وادخل اعمل الغدا. بصوا بقى اهو خلصنا كده ندخل نعمل الغدا. طلعت كده بطاية كنت مطلعها من بدري، او ده كربت يعني علشان خاطر يفك، كنت سايباه كده يفك كده في المية دي. وطلعت طبعا ليمونة كده من الفريزر علشان اغسلها بيه، انا دايما انتوا عارفين بحتفظ بليمون في الفريزر علشان خاطر يعني احنا كنا طالعين من العيد ولسه بقى يعني كنا تقريبا 5 يوم او حاجة كده زي كده العيد، تقريبا 5 يوم العيد تقريبا مش فاكرة والله. المهم بدأت ان انا بقى ايه اغسل ذكر البط كويس قوي. طبعا الناس اللي دايما بتسألني على الجزء الخلفي ده، ديت انا ببقى شايلة الجزء الخلفي ده كله، فهنا كده بيبقى فيه لحم، علشان الناس بتقعد تقول لي يا سومة شيل الجزء الخلفي، انا اصلا ببقى شايلاه في التنظيف الاساسي، فهنا كده انا لو شلت جزء من ورا هشيل من اللحم لان انا شايلاه اصلا. الجزء اللي هو بتاع مش عارفة ملهاش اسم غير كده، الزلموكة بتاعت البطة هي اسمها كده انا بشيلها خالص وانا بنظف في البداية اصلا يعني، وبشيل نص الجناح اللي هو الاولاني وبنظف البط وبشيل الرقبة، جلدة بتاعت الرقبة برميها وبحتفظ كده بيهم في الفريزر، بيبقوا خلاص يعني على الغسلة الاخيرة اللي هي بالليمون والخل وكده. هنا كده كنت غالية مية حطيتها كده في حلة اكبر علشان هسلق فيها الذكر البط ده، اول ما المية غلت بقى رحت منزلة المية زي ما اتفقنا في حلة اكبر، وبصفي كده الذكر البط من المية اللي هو فيه. بعد ما شطفته هحطه كده هو والرقبة والقنصة، وهسيبهم بقى لما يجي يدخل في السوا، مش هحط له اي اضافات دلوقتي، لما يجي يدخل في السوا. وبعد كده هبتدي ان انا انضف البصل ده، علشان قلت بقى ايه يعني في بداية دور برد ولا حاجة. وعلى فكرة كمان جوزي كان ظاهر معاه في اليوم دوت برد جامد، يعني هو جوزي اصلا ظهر معاه برد جامد قوي في اليوم ده، كان حاسس ان هو سخن وجسمه مكسر وكده، وانا كانت الاعراض خفيفة، فقلت احسن حاجة ان انا اعملها في اليوم دوت هتكون ايه يعني شوربة خضار. طبعا
طبعا انا عندي البسله بالجزر في الفريزر، بس ما عنديش غير البسله والجزر بس، مش مخزنه فاصوليا والكلام ده. فقلت احسن ان انا اجيب كيس اللي هو اسمه ايه بسمه ده، بس قطعت هنا بطاطس لان الكيس ما فيهوش، مش من ضمن محتوياته البطاطس. قطعت بطاطسيتين كده مكعبات، وبدات بقى ايه ان انا اجيب كمان البصلايه واضربها كده في الكبه، مش هنعمها قوي، عايزاها كانها متقطعه مكعبات صغيره يعني على الايد كده، فانا هضربها بس مش قوي يعني. بصوا يعني انا عايزاها خشنه تعتبر يعني، علشان هعمل بيها شوربه الخضار. انا بعمل شوربه الخضار بطريقه انا اتقبلها، لان شوربه الخضار لو اتقدمت لي بيضه عمري ما هحط فيها معلقه يعني، مش هاكلها ابدا. فانا هوريها لكم ازاي بعملها بطريقه حلوه. اول حاجه كده معلقه صغيره قوي سمنه بلدي، هحط فيها البصل اللي انا قطعته زي ما اتفقنا زي مكعبات كده كبير شويه، وهديها تشويحه بسيطه، ولا هيدبل ولا هيصفر ولا هيعمل اي حاجه، هي تشويحه بسيطه كده على طول، لان احنا عايزين الموضوع كله صحي في صحي يعني. وعلى طول هروح منزله بقى ايه اكتر حاجه فريش، هي البطاطس. هروح منزله البطاطس طبعا بعد ما صفيتها من الميه، وهروح مشوحاها كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، برضو مش هقعد وقت كتير. وهروح منزله عليها بقى الكيس اللي هو شوربه الخضار الجاهز ده زي ما اتفقنا، هو من شركه بسمه. طبعا فيه كذا نوع او كذا كذا شكل لشوربه الخضار، انا حبيت الكيس ده اكتر لانه موجود فيه الفاصوليا الخضراء، انا بحبها في يعني في شوربه الخضار اكتر من الكوسه. وبعد كده ضربت طماطميتين طماطميتين بس، ونزلت بيهم على شوربه الخضار بالتفل، بكل حاجه بتاعتهم موجوده زي ما هم. فالطماطميتين دول هيدوني لون كده محمر كده فاتح شويه، بس هيدوا لون حلو قوي للشوربه، هو ده اللون اللي انا بحبه، لان لو الشوربه بيضه زي ما اتفقنا مش هشربها. وهنا كده هروح منزله شوربه دجاج او مرق الدجاج يعني، انا حطيت كيسين. الناس اللي هتقولي مش صحيه زي ما اتفقنا بقى، انا ما بعرفش اكل بصراحه اي اكل من غيرها. وهنا كده هحط رشه من الكمون ورشه من الفلفل الاسمر بالشكل ده، وكمان لو محتاجة بقى ملح تزودي سنة ملح، وخلاص كده الشوربة بتاعتك بقت زي الفل، وهنغطي عليها لما تستوي. هنا بقى كانت البطاية خلاص داخلة في سوا، هبتدي ان انا احط عليها طماطميتين كده زي ما انتوا شايفين مقطعاهم كده، وهعصرهم كده عليها من فوق، وهنزل بقى بالتوابل فلفل اسمر وكمان ملح، ومش هحط مكعبات مرق، انا هحط السبع بهارات، وبصلايه صغيره اللي انا كنت منضفاها معاكم من شويه. وكده ده منظر البط بعد ما اتسلق، بصوا كده بعرف ان هو استوى لما بدخل فيه كده ظهر المعلقه، بيدخل كده فيها بكل سهوله. هو ده كان العشاء بتاعي في اليوم دوت، عايزه اوريكم انا بقطع البط بكل سهوله ازاي بالمقص كده زي ما انتم شايفين، دي اسهل طريقه تقطعي بيها البط علشان خاطر العظم بتاعه ما يعوركيش. هبتدي ان انا اخد قطع على قدي علشان جوزي كان بره في الوقت ده، وانا بصراحه كنت حاسه بقى خلاص الدور كان داخل عليا، وقلت لا الحقه بقى ايه بشوربه خضار، وكمان عصرت عليها نص ليمونه فكانت طعمها فظيع. دي كده الجزئيه اللي انا هشيلها خلاص، شلت كده الوركل لولادي علشان ما كانوش هياكلوا في الوقت ده، والصدر ده هقسمه على نصين، وهاخد كده جزء لانه ما شاء الله ذكر البط كبير، فانا مش هحتاج منه اكتر من يعني من نص بس الصدر، لانه ما شاء الله وزنه تقريبا 5 كيلو. بصوا بقى اللحم بتاعه مستوي وجميل ازاي. وده كده كان شكل الطبق بعد ما عملت خلطبيطه كده، وهبتدي ان انا اشربه بقى واكله كده مع نص الليمونه زي ما اتفقنا. انتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لكم على كل حاجه حصلت معايا بالتفصيل. لو اول مره تشوفي القناه عندي اشتركي في القناه وفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله، وعشان اعرفكم ان شاء الله تعرفي يعني لما انزل الفيديو اللي فيه كل التفاصيل اللي حصلت معايا من اول موضوع الكورونا لاخره، فيوصلك بيه اشعار.
بس كده هستنى تعليقاتكم الحلوة، ومتشكرة جدا لدعواتكم الجميلة مرة تانية. وآخر حاجة أقولها لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.